قعدنا مع الشورت يو النهارده، قعدنا مع الشورت يو، خدنا قبل كده الشورت اي وعرفنا ان الاي ميكس ساوند ا، واخدنا الاو وقلنا الاو ميكس ساوند او، واخدنا الاي وقلنا الاي ميكس ساوند ايه، وقلنا الاي ميكس ساوند ايه. طيب the a makes sound a، the o makes sound o، the i makes sound i. النهارده معادنا مع الشورت فاول شورت يو. طبعا كلنا عارفين ان اليو صوته ايه، the u makes sound a، كان حد بيضربني يبقى انا محتاج اسمع صوت ال في الكلمه. the u makes sound the u makes sound طيب طبعا هنبتدي بحرفين، ها البي صوته ايه؟ البي صوته ب، واليو معاها هيبقى ب ب ب. The C makes sound ك، واليو makes sound اه. طبعا الحل ما نقش فيها لما نكون عارفين اصوات كويس جدا جدا. The C makes sound ك، واليو makes sound اه، مع بعض يبقى ك اه ك. طيب The D makes sound د، واليو makes sound اه، مع بعض يبقى د د. The F makes sound the U makes sound مع بعض يبقى ف ف. The G makes sound g when U makes sound مع بعض يبقى g. انت بتعمل ايه؟ بتحط صوت حرف اليو ب ب ب ك ا ك ك د ا د د ف ا ف ف غ ا غ غ. طيب تعالوا بقى نراجع على الشورت A والشورت O والشورت R. بصوا كده البي مع اليو ب، طيب البي مع الA ب، برافو عليك. طيب البي مع الO هتقول لي ب، طيب البي مع الI هتقول لي ب. طبعا خدنا الشورت A وخدنا فيه مشوار طويل، والO والI احنا بناخد النهارده لونج يو، لكن لازم كل حصه اقارن الشورت الجديد بالشورت فاولز اللي فات علشان الطفل ما ينساش، لان الطفل بعقليته ان هو هينسى اللي فات، فلازم اراجع له. ها ب ب، طبعا اعلم ان ده هو ده المهم، ب ب ب ب. طيب السي مع اليو ك ك ك، والسي مع الاي كا، والسي مع الاو كو، والسي مع الاي هتقول لي ك. لا احنا قلنا قبل كده ان السي لما يجي ورا اي او اي او واي بنطقه زي حرف الاس، فهنا هقول ايه؟ س. يبقى ك ك ك س. طيب الدي مع اليو ض، الدي مع اليو ض. طب الدي مع الاي دا، طب الدي مع الاو ض، طب الدي مع الاي دي، برافو. الاف مع اليو ف، الاف مع الاي فا، الاف مع الاو فو، الاف مع الاي في. طب الجي مع اليو ج ج ج، طب مع الاي جا، طب مع الاو جو، طب مع الاي جي. كل المهم عندي ان انا اعرف اصوات الخمس حروف دول او الاربعه دول، لان هم دول المهمين جدا في كورس الفونكس، وبيخليني اعرف اقرا تاني. ب با ب ب ك ك ك ك س د د د د ف ف ف ف. محمد محمود، انس مصطفى، انس رمضان، سليم القاضي، سليم ممدوح، عبيده والبراء. ركزوا معايا علشان المراجعه دي عشان اللي فات لو احنا ناسينه بنراجع عليه. النهارده عندنا جديد الشورت يو، هبدا الحرف دول في صفحه لوحدهم، يقراهم كويس جدا جدا. ب ك د ف ج، بعد ما خلصناهم ينزل بيهم عمود. خلصنا هبدا احط له المقارنه دي عشان يراجع اللي فات. ب ب ب ب، ها listen to me carefully. محمد، عبيده، انس، سليم، البراء، listen to me carefully and repeat after me. ها ب ب ب ب، ب ب ب ب، ها ك ك ك س، ك ك ك س، ها د د دو دي، د د دو دي، ف ف فو في، ف
fa, fo, fi. Go, ga, go, gi. Go, ga, go, gi. تمام؟ مهم جدا 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 المقارنة دي. طب خلصنا المقارنة هحطهم كده قدامي وأبدأ أمليه بقى، أقول له اكتب لي جا، طب اكتب لي جو، طب اكتب لي جي. يبقى أنا كده بقى أزرع فيه إن أنا يعرف يقارن بين الحروف. وتمام؟ واللي يسمعه ويكتبها، أقول له اكتب فا 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 فا، طب اكتب لي فو، طب اكتب لي في. تمام؟ ده هو التدريس الصح للفونكس والصوتيات، ولازم الطفل يتأسس كده. وجريمة كبيرة جدا جدا إن الطفل يشتغل منهج في المرحلة دي. ده كان الخمس حروف بتوع النهارده بتوع شورت يو، ينزل بيهم عمود يتملاهم، وبعد كده المقارنه، وبعد كده يعمل لي فيديو صغير وهو بيقارن بين الحروف كلها. تمام؟ دي كانت حصه من كورس الفونكس بتاع كي جي 2 او تاسيس كل المواد كي جي 2.